سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 28 حالة قائمة جديدة منها تسع حالات لعمالة وافدة و12 حالة لمخالطين لحالات قائمة إضافة إلى سبع حالات قادمة من الخارج في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم فيما أعلنت الوزارة تعافي 34 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 316 حالة